بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز، الأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد إن شاء الله. إذا سوف يواجه المنتخب الوطني الجزائري شهر نوفمبر الحالي، كل من منتخب زومبيا وكذلك منتخب بوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 والتي سوف تقام بالكاميرون. بدأت ملامح التشكيلة الأساسية تظهر، خاصة بعد أن أعلن نادي بروسيا مونشنغلادباخ أن إصابة رامي بن سبعيني ليست خطيرة وأنه سيغيب لمدة أسبوع فقط، وبهذا سوف يتمكن اللاعب رامي بن سبعيني من اللحاق بكتيبة المدرب جمال بن ماضي من أجل خوض مبارياته ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 إن شاء الله. إذا حسب اعتقادي فإن التشكيلة الأساسية لن تتغير، لأنه كما قال الناخب الوطني جمال بالماضي، التشكيلة التي جلبت كأس أمم إفريقيا والتي تحقق الفوز خاصة ضد منتخب مثل كولومبيا لا يمكن تغييرها. إذا التشكيلة سوف تكون كالآتي: في حراسة المرمى الرئيس وهاب مبولحي، في الدفاع كل من رامي بن سبعيني، جمال بالعمري، عيسى مندي بالإضافة إلى يوسف عطال، في وسط الميدان كل من فيغولي، قديورة وبن ناصر، أما في الهجوم بطبيعة الحال رياض محرز، يوسف البليلي، وكرأس حربة المهاجم بغداد بونجاح. إذا نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، نتمنى التوفيق للناخب الوطني جمال بالماضي. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.